بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في بروجكت جديد، هنعمل امبتي اكتيفيتي. البروجكت ده كله اللي احنا عايزين نشتغل فيه هي الويدجتس. الويدجتس نقصد بيها الكنترولز الخاصة بالانترفيس اللي بتبني على الاندرويد. فالغرض من البروجكت احنا نتعامل مع اكبر كم ممكن من الكنترولز اللي موجودة في الاندرويد، نبني كنترولز كتير وكل كنترول نتعرف عليه وازاي بنتعامل معاه. فانا هروح كده على الاكتيفيتي الجديدة، هرمي التكست فيو ده خالص، هخلي الكونسترين لاي اوت وارجع للديزاين. المره دي عايزين نتعامل مع اللاي اوت، في هنحط لينير لاي اوت عشان يبدا يرمي لنا كل كنترول تحت التاني. خلاص نظبط كده المساحات بتاعتنا عشان نعرف نستغلها كويس، ونزوم كده شويه السكرين بتاعتنا. دي الويدجتس، اول حاجه هنتعامل معاها في الويدجتس طبعا البطن هتعاملنا معاها. تعال نتعامل مع التوجل بطن. فكره التوجل بالتون يا شباب ان هو بطن يتداس عليه يبقى حاله، يتساب يبقى حاله تانية، زي اون اوف مثلا او يس ونو او كده، تمام؟ اللي هو بيبقى ليه حاله البريست وحاله الايه، وحاله ان انت سايبه او حاله مضغوط عليه وحاله غير مضغوط عليه. فانا هروح على ما سميته يس نو، هروح على التكست في حاله الاون والتكست بتاعته في حاله الاوف، لان هو ما عندوش تكست واحد، عنده اثنين تكست. تكست هيظهر في حاله الاون وتكست هيظهر في حاله الاوف. بالعكس، في الاون اقول له اعمل اوف، وفي الاوف اقول له اعمل اون. انا هختار في السترنج السبب بتاع الاندرويد اللي اسمه نو، واختار في الاون السترنج السبب بتاع الاندرويد اللي اسمه يس. يبقى ات اندرويد كولون سترنج سلاش نو، او ات اندرويد كولون سترنج سلاش يس في الحالات بتاعتها. ده بالنسبه لايه، للتكست بتاعه. وهعدي وبالنسبه لللي اوت، اللينير لي اوت زي ما انتم شايفين على اليمين من فوق في شاشه الاتريبيوتس، هديها من جميع الجهات 8 كده دي بي عشان تسيب اطراف كده بسيطه بالنسبه للايه، للشاشه اللي هي الكونسترين ذات نفسها. ده بالنسبه لنا الباتون الاول. ممكن نقدر نشوفه لو عملنا رن. ادي الويدجت اب، الزرار الظاهر تحت، واخدين بالكم تحت الهيدر، تمام؟ الزرار تحت الهيدر مباشره. تعالى نروح نشوف ايه اللي حصل. بسبب الويدث والهايت في اللينير لاي اوت، انا حاطط هنا ويدث، احنا ما ظبطناهوش، كنت واخد بالي ان انا متعامله بيرنت ماتش بيرنت، ما طلعش ماتش بيرنت. هعمل الهايت والويدث ماتش بيرنت، وسايبين احنا المارجن 8 دي بي من جميع الاطراف، وارجع اعمل ريستارت تاني للاب بتاعي. هلاقي انه ادي الزرار، ادوس عليه كانسل بقى اوكي، ادوس اوكي بقى كانسل، فهو بياخد حاله من الايه، من الحالتين الموجودين عندي دايما. لو عايز احط باتون عشان اقدر اجيب، يعني انا دلوقتي مثلا في الكود ببقى عايز اعرف اليوزر اختار دلوقتي كانسل ولا اختار يس، اختار نو ولا اختار ايه، ولا اوكي ولا يعني. فهعمل باتون اسمه تشيك ستيتس باتون، الغرض منه بس ان هو يشوف لي. هو طبعا هستخدمه في كنترولز كتير جايه، لكن الغرض منه دلوقتي حاليا ان هو بس يقول لي الباتون ده دلوقتي هو كانسلد ولا اوكي، عشان انا اخد اكشن فيما بعد. فهمنا الفكره؟ عشان انا اقدر اخد اكشن. طبعا مفترض اكتب السترنج في فايل السترنج، بس اختصارا للوقت انتوا خلاص عرفتوا الطريقه. فاجي في الايه، في التكست، واسميه ستيتس او جيت ستيتس. هات الحاله عشان هخليه يجيب لي جيت ستيتس بتاعت اكتر من كنترول هنتعرض ليه ان شاء الله. ده الايه، التشيك باتن، نشوف ان شاء الله برمجته في الفيديو اللي جاي.